dosa datang ambil berkahnya minta doa dengar nasihatnya semoga Allah ngampuni dosanya minta doa dengar ta'limnya semoga Allah berikan taufiknya man ana man ana man ana paket Al-Qur'annya itu suatu pertanda kalau beliau tiada agar kita membaca Al-Qur'an dan salawatnya beliau masih sempatnya tinggalkan yang terbaiknya man ana man ana أنا لولاكم كيف ما هوكم كيف ما هوكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما هوكم كيف ما هوكم يا الله بالاس جزايا luaskan tanah kuburnya ciumkan bau surganya surga Firdaus namanya kami pun ingin bersama dengan Nabi dan aulianya kami pun ingin bersama dengan Nabi dan aulianya ditandur ning kebon nago ono cereti bo nyemplung bo iro kembangi opo turipote turipote ditandur ning kebon nago ono cereti bo nyemplung bo
gembira kembangi opo duri pote ditandur ning kebon aku ana jeri tibo nyemplung gembira kembangi opo gembira kembangi opo gembira kembangi opo salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala rasulillah Saiki ngaji sesok yo ngaji ayo menut para kiai wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tenduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo menut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah الحبيب تميل إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل إن القلوب
معي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صاعت دموع العاشقين تسيل ما يلمني في غرامي قال ما عاشق جمالك ما يلمني في غرامي قال ما عاشق جمالك يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة أنا لها أنا لها أنا لها وسلم على سيدنا محمد الأمين الذي وصفه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظر أصحاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجعل سيفه مشهورا وفي ذيفه محمودا يتبع عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهة الخالصة والسلات الموصولة. اللهم يا من لي تتوجه الأمل بدر ضافرة ولا باب منه الفيضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة هلا بالأكبر المحبوب الأقى والمقاسم بشرف الأفقر في كل موطن من موطن الغرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وزكي كرسي إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولأهل ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينينا يدك، وأن تحفظ في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تقبل منا ما تهرقنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتبائه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين ولهدك من الحافظين. اللهم إنا لنأتمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين نقابل المذنب منا بالغفران، والمسيئة بالإنسان والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهره وأم بركة والشريف بجة أولادنا والدينا وأهلكتنا والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وألم لكم في جميع مقطم المنشورة، وملم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واشف لهم قربة المقلوبين واقضي دين المدين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدلة بلاد الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب إبليس الحزين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي بالإبليس الحزين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي بالإبليس الحزين من جميع البلايا، وفي الهرس المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وسيرتك في ذمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.